بعدنا في الفيديو ده مع اصلاح عطل عدم ظهور بيانات على مذر بورد خاصه بجهاز فوجيتسو. طبعا موصلين الباور سبلاي، موصلين كارت التستر، واضح قدامنا طبعا ان في لمبه ريسيت منوره بصوره مستمره، المفروض انها بتنور لجزء من الثانيه وتطفي. وهنا عندي كود ظاهر على كارت التستر اللي هو FF. الاشتباه دايما في الموديل ده بصوره كبيره بيبقى في النورث بريدج، ان هو بيبقى فيه مشكله في نقط الاتصال اللي ما بينه وما بين المذر بورد اللي هي كرات الاسدير، فبيبقى محتاج اعاده صهر لكرات الاسدير اللي هي عمليه الريفلو. بالنسبه لعمليه اعاده صهر كرات الاسدير اللي موجوده اسفل اي شيبسيت، وهنا في الحاله اللي معانا في البورده دي هي الشيبس النورث بريدج او الجسر الشمالي، يفضل ان احنا نستخدم جهاز بي جي اي ورك ستيشن، بيبقى مخصص لعمليه الريفلو وعمليه ازاله الشيبسيت وتثبيت شيبسيت تانية لو انت حابب. يبقى في سخان علوي وسخان بالاسفل، فالموضوع بيبقى اكثر كفاءه من انك تستخدم هيت جن او الهيتر العادي، وان كنت ممكن تستخدمهم لو ما عندكش بي جي اي برضو علشان تؤدي الغرض. بعد تثبيت المذر بورد على جهاز البي جي اي ورك ستيشن، هنا طبعا واضح قدامنا ان في السخان العلوي احنا مختارين له فوهة بتكون على مقاس الشيبسيت اللي احنا هنعمل عليها عملية تسخين او عملية ريفلو، اللي هي العملية اللي بيتم فيها اعادة صهر كرات الاسدير اللي موجودة اسفل الشيبسيت، وهي الكرات الاسدير اللي بتصل الشيبسيت بالمذر بورد ومثبتاه على المذر بورد، لان طبعا لما اتفقنا ان بيبقى فيها احيانا شروخ بسيطة جدا بتمنع الاتصال ما بين الشيبسيت وما بين المذر بورد. وهنا واضح قدامي طبعا شاشة الخاصة بالتحكم، هي في الموديل ده من اجهزة البي جي اي ورك ستيشن هي شاشة تاتش سكرين، يعني بنتحكم فيها بواسطة اللمس على الباتونز او الازرار اللي موجودة. هنا احنا بنختار بروفايل الحرارة، والبروفايلات دي غالبا بتبقى الشركة اللي انت شاري منها جهاز البي جي اي ورك ستيشن اللي وجدك بيها. هنا احنا اخترنا البروفايل الخاص بالنورث بريدج. وبعدين بنختار عملية سولدر او لحام. وهنا الجهاز طبعا مبرمج على انه بيدي البروفايل الحراري المناسب للشيبسيت اللي انت اخترته بالفعل. البروفايلات دي طبعا انت بتبقى مخزنها وتبقى واخدها من الشركة المصنعة. وميزة جهاز البي جي اي ورك ستيشن طبعا تناسق التسخين، ان بيبقى فيه سخان بالاسفل بيسخن على الشيبسيت من الاسفل، وفي سخان علوي اللي احنا شفناه بيسخن من الاعلى، وفي بري هيتنج اريا يعني مجموعه سخانات بتدي سخونه عامه او بترفع درجه حراره البورده بصفه عامه علشان ما يحصلش اي تشوهات او اي صدمه حراريه لجزء من المذر بورد. وبتنتظر طبعا بروفايل الحراره لما بيخلص، والجهاز بيديك انذار ان هو خلص علشان تشيل منه المذر بورد. هنا واضح قدامنا طبعا التقدم في البروفايل الحراري، الكيرف بدأ يطلع. هنا عندنا الكيرف الأخضر بيرمز للسخان العلوي، والكيرف الأزرق بيرمز للسخان السفلي. وبعد ما بروفايل الحرارة بينتهي، هنا واضح ان الكيرفات او المنحنيات الخاصة بالتسخين بدأت تنزل، لان المروحة الجانبية كده بدأت تشتغل علشان تعمل تبريد للبوردة. يعني بمجرد ما المروحة الجانبية تشتغل، درجة الحرارة طبعا بتاعت السخانات بتبدأ تنزل تدريجيا، ودرجة حرارة البوردة بتنزل. احنا هنا ظابطين طبعا دورة التبريد بالمروحة على 60 ثانية، يعني تقريبا دقيقة. وممكن انت بعد ما دورة التبريد برضه او المروحة تفصل تستنى كمان دقيقة او دقيقتين علشان تعرف تشيل البوردة ما يبقاش فيها جزء سخن.
هنا تقريبا عملية التدريج عملية التبريد تمت بنجاح او انتهت، درجة حرارة البوردة قلت، فبنبدأ نرفع السخان العلوي علشان نشيل البوردة من على جهاز البي جي اي ورك ستيشن. بعد فك المذر بورد طبعا من على جهاز البي جي اي ورك ستيشن وسبناها تبرد لفترة كافية، نقول مثلا ربع ساعة، بنبدأ نشغل المذر بورد. وهنا بنلاحظ ان الكود اختلف اللي هو ال FF، وبدأ يظهر اكواد تانية بتعد، وطبعا احنا موصلينها بشاشة، فهنا واضح انها في بيانات بدأت تظهر، معناها ان العطل فعلا كان بسبب وجود شروخ في كرات الاسدير اللي موجودة اسفل النورث بريدج، وانه بتسخين عليها العطل اتحل. وبكده نكون انتهينا من اصلاح العطل.